سماح سامي زكريا، بدرب بقالي 26 سنة خرز وكروشيه ومكرمية وكنفا والأشغال اليدوية عامة. الستات أكتر طبعا، بس في شباب بتحبها برضو وشغلها حلو. في الأول بقول لهم بالحاجة البسيطة، الخرز الرخيص عشان يشوف تعرف توزعه. بعد كده ايديها كانت تشتغل بالخامة بالإزاز أو الكريستال. أنا لما ألاقي حاجة مش لايقة أقول لها بصي جربي حاجة تانية، بس أنا عامة بسيبهم هما إيه اللي يختاروا الأول، يجمعوا إيه مع ده، عايزاه أحمر، عايزاه موف، اللي هي عايزاه كل واحد حب. ممكن ألاقي مثلا لونين مش ماشيين مع بعض أقول لها لا أنصحها، قبلت يبقى هي إيه برضو ما بفرضش عليها قوي، بس ساعات عامة بيبقوا ألوانهم كلها حلوة. بالنسبة لشغل الخرز والاكسسوارات بتبقى منها ليها، بس بالنسبه للمجسمات لا، بيبقى في كتالوج او حاجه زي ما مطلع بكار او بوجو وطمطم في رمضان والحاجات ديت. انا بمشي على تصميم او سبونش بوب او حاجه، بمشي على تصميم. بس انا بقى بعد كده طالما عرفت الشكل انا بقى من نفسي ممكن اكبر ممكن اصغر، دي بتاعتي انا بقى، بس انا عارفه الاساسيات بتاعته ايه، المنظر العام ايه. عامه لما هي بتبقى حابه الشغل بتطلع منه اكتر. في واحده بتيجي عايزه تعمل بس لولادها او عايزه تاخد خلفيه، في بسم الله ما شاء الله بييجوا ويشتغلوا ويعملوا مشاريع وبيشتغلوا. وانا ساعات لما مثلا ايه شغل رمضان او شغل مثلا محتاجه شغل، بدل ما انا بجهد نفسي واشتغل بقوم ايه اللي دربتهم وشغلهم نضيف باخدهم وانزل بيهم معارض. يعني الحاجات الصغيره اللي زي دي كده 300 400 جنيه، الحاجات البسيطه هتعمل ميداليات، هتعمل حاجات بسيطه سبح، حاجة بسيطة زي دي كده مش هتكلف حاجة. يعني هي المدينة بجنيه والعود ده بسبعة جنيه، هيعمل اللي هو كريستال هيعمل كورتين، ودي باتنين جنيه بس. يعني دي كلها مش هكلفها 10 جنيه. خرز بيرمي كويس، بس لو هي ايديها حلوة وفي مكان للبيع. المشكلة اللي بيقابلهم كلهم ان مفيش بيعرفوش يبيعوا. لو نزلوا محلات ولا حاجة ساعات انا بقول لهم ازاي اسعاره، ساعات يقول لهم لا، ساعات هي بترضى عشان عايزة تبيع، بس عامة بيبقاش اقول لهم لا حرام تعبكوا شقاكوا، يا ما تقعديش طول النهار وتقولي لا مش اشكال لو اخد جنيه فيها ولا 2 جنيه بس عشان ابيعها. اقول لها حرام، انت كده كمان بتخلي ناس تانية تبيع اقل عشانك برضو. انا عندي ناس بسم الله ما شاء الله شغالين وبينزلوا يعني حواليهم وجيرانهم وبتاع، ومحلات نزلوا يعني في ناس عندهم في ايه زي جرأة بينزلوا ويدوروا وطموحهم حلوه بيجيبوا والحمد لله. اهم حاجه شد الخيط، بالنسبه للخرز ده شد الخيط عشان يبقى جامد ما يفكش، ده اهم حاجه، هو خرز وخيط ما فيش اي حاجه تانية فيه. المجلس القومي للمرأة، وبعد كده يعني ايه دعوني للتدريب هنا في المجمع الإعلامي، وحبيت ان انا اتعلم الخرز والكروشيه بحيث ان انا عندي ما شاء الله 4 بنات وبرضو اعلمهم وكده. اذا تعلمت باذن الله ممكن اعمل مشروع وابتدي ابيع وتاجر وكده، بس اهم حاجه ان شاء الله ربنا ييسر. عرفت من خلال الصفحه بتاعه مجمع الاعلام، بس فكانوا منزلين اعلان وان هم منزلين لينك الاشتراك فيه وكده، فسجلت فيه والحمد لله اتقبلت. يعني صراحه ما كنتش واخده فكره كبيره قوي عن الموضوع، ما كنتش اعرف مثلا الخرز ده ممكن يتعامل ازاي او ان انا ممكن ابدا بدنه ازاي وايه الماتيريال اللي بستخدمها فيه. فلما دخلت الورشه بدات اعرف الاساسيات والتفاصيل، وبدات اخد الموضوع بحس ان انا ايه اعمل ده على طول بقى هوايه ليا، وممكن كمان بفكر ان انا بعد كده ابدا مشروع صغير من البيت. هو انا بدات اسال استاذه سماح وكده فان انا ممكن اجيب الحاجات ازاي وابدا ازاي، فهي قالت لي مثلا ممكن بكميات بسيطه الاول تبداي، وبعد كده تبداي واحده واحده تعرفي ازاي تظبطي المشروع وازاي تظبطي بقى هامش الربح والحاجات دي كلها عن طريق السوشيال ميديا. يعني اكتر حاجه هي دلوقتي اللي تقدر تسوق لي كويس قوي على المتابعه على النت ومجمع الاعلام. يعني اتعلمت حاجات جديده غير اللي انا بعرف اعملها برضو. ايوه اتعلمت في المدرسه من بدري قوي، كنت يعني بتدرب مع المدرسه وكده، بس لو ما جاتليش فرصه ان يعني ان انا اشترك في حاجه زي كده قبل. بشوف صور وحاجات ولا تعجبني اقعد افكر فيها وبحاول فيها كذا مره لحد ما تطلع صح، يعني مش من اول مره بتطلع معايا صح. على النت برضو على الجروبات وكده والمحلات
وحتى لو ما سوقتش لنفسي انا ممكن اللي هو اعملهم لنفسي انا، يعني عادي مش شرط ان انا اسوق.